أحمد الفيد كان يتحدث عن تصريح مهم أطلقه الكابتن غوميز بعد نهاية مباراة الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا مع زميلنا خالد الشعبي. كان تصريح لافت، لغة مختلفة. غوميز ألقى بحجر في البحيرة. نعم أتذكر بالتأكيد لقاءك في منزلي عندما وعدت الجماهير الهلالية بالبطولة الآسيوية. حصلت على دعم كبير من الجماهير لأننا في أفضل نادي مع أفضل فريق، والآن سنستمر بالعمل لتحقيق الانتصارات. الآن فزنا باللقب الآسيوي وسنحتفل مع الجماهير. البطولة لم تكن سهلة، علينا بالاستمرار في العمل والقتال من أجل لقب الدوري وكذلك لقب السوبر وكذلك كأس العالم للأندية. And then you have to fight for the World Cup. I think for me is my last. أعتقد بالنسبة لي أنها المباراة الأخيرة لي في أبطال آسيا مع الهلال، لذلك كان من المهم تحقيق اللقب. Yes. Thank you. مبروك.